الله الرحمن الرحيم. هي خطوات عملية في سبيل تربية الفضائل الأخلاقية، لابد لمن أراد سلوك الطريق السوي أن يسلكها. فاعزم وتوكل أيها العابد، وفرق قلبك لله ناويا له الإخلاص، فعلى قدر النية تكون من الله العطية. ثم توجه إلى الخالق تائبا إليه، طالبا الصفحة عما سلف كما ورد في الدعاء: إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توب إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة من الذنوب والرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب، مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين، فما لنا نغفلها. والخالق يخاطبنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجنا الأخلاقي. كما يسرني أن أرحب بسماحة السيد بلال وهبي. أهلا بكم سماحة السيد. أهلا. سيدنا الكريم، هناك مجموعة خطوات عملية لابد أن يسلكها الإنسان في سبيل التهذيب والتربية الفضائل الأخلاقية في نفسه. في الدعاء يقول عليه السلام: وقد علمت أن زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. إذا أراد الإنسان التغيير فلابد أولا أن يختار ذلك ويعزم عليه. فكيف يمكن أن يكسب الإنسان العزيمة والإرادة كأول خطوة لبدء عملية التغيير الأخلاقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. العزم على التغيير في تصوري يتأتى من إدراك الإنسان سوء ما هو عليه وقبح ذلك وجمال ما ينبغي أن يكون عليه وأثره الإيجابي على حياته في الدنيا وحياته في الآخرة. لا يمكن أن يغير الإنسان إذا لم يكن مدركا لهذين الأمرين، لأنه سيبقى مكانه. إذا لم يدرك أنه على خطأ أو أن حياته قائمة على اللا معنى، على السلب، ما الذي سيحدوه إلى التغيير؟ وهذا ما يؤكد ما ختمنا به الحديث في الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن العلم والجهل، وقلنا بأن العلم يساهم في تزكية الإنسان لأخلاقه والتربية الأخلاقية، والجهل يساهم في انحطاط الإنسان. هنا يأتي هذا الكلام بعيني، علي يجب أن أعلم أنني أنا في المكان الخطأ وفي الموقف الخطأ، وأن أعلم آثار ما أنا عليه، وهي آثار وخيمة. ثم أعلم أيضا أن التحول إلى الشيء المناقض، يعني إذا أنا كنت كاذبا والعياذ بالله، يجب أن أعلم أن الكذب له آثار على حياة الدنيوية وله آثار على حياة الأخروية، عواقب الكذب عواقب. ويجب أن أعلم أن الصدق يقابله تماما في آثاره، في قيمته الذاتية وفي آثاره. هذا يولد عند الإنسان عزما على التغيير وإرادة. وكلما اطلع على وخامة ما هو عليه وإيجابية ما ينبغي أن يكون عليه، زاده ذلك عزما على التغيير والانطلاق تماما. تشوف إنسان أحيانا، نضرب لها مثل مادي، هناك بعض الناس يستسلمون لواقعهم المالي أحيانا، إنهم مش فقراء، بمعنى يعني هم يحتاجون إلى المال فيعيشون مسكنة مذلة، لكن ليس عندهم عزم على التغيير. على التغيير. لماذا؟ لأنهم اعتادوا على مسكنتهم، ومن اعتاد على شيء
لم يعد قادرا على اكتشاف سلبيات هذا الشيء الذي اعتاد عليه، مثل من يعتاد على المخدرات والمشروبات الكحولية أو غير ذلك. فإذا العزم يتأتى من علم الإنسان ومن ابتعاده عن الجهل. الأول خطوة هي المعرفة، تلوها الإرادة في عمليات التغيير. ولهذا ربط القرآن الكريم بين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ربط بينهما في عملية الربط. نعم، أول خطوة تجاه أو أحد أهم الخطوات تجاه التهذيب الأخلاقي، باعتبار أن الأخلاق هي الاتصاف بأخلاق الله سبحانه وتعالى، هي موضوع التوبة التي عما سلف من الذنوب التي يجب أن تجعل الإنسان يسير في خط الله. ما هو دور التوبة عن ذنوب الإنسان في عملية التخلق بأخلاق الله والسير باتجاه الله سبحانه وتعالى؟ هي أول يعني هي تأتي بعد العزم مباشرة. نعم. أن يتوب الإنسان، والتوبة معناها الندم على ما فات وإصلاح ما فسد والاستقرار على نمط جديد من العلاقة بالله سبحانه وتعالى والعلاقة بخلقه، وهي أحيانا تأتي أيضا بمعنى العود إلى الله سبحانه وتعالى، العود إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، باعتبار أنه كان في خط غير خط، لأن التوبة من تاب بمعنى ثاب بمعنى رجع وعاد. نعم. وكأن الإنسان يكون معرضا عن الله سبحانه وتعالى أو معرضا عن الحق بشكل عام، فيتوب عندما ويرى أثر هذا الإعراض، يعزم على التغيير فيتوب، يرجع إلى الحق الذي كان ينبغي أن يكون عليه أو يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي التوبة، وبالتأكيد تعتبر حينئذ التوبة هي الخطوة الأولى في مسار طويل في يعني هذه التربية الأخلاقية الجديدة أو التغيير الأخلاقي الجديد الذي سيسير فيه هذا الإنسان. في آية يقول تعالى يصف التوبة، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لماذا اختص الله سبحانه وتعالى التوبة بالذين آمنوا؟ المفروض أنهم مؤمنين، وما هي التوبة النصوح التي قصدت في هذه الآية؟ طبعا أنا أعتقد أنه لا يتوب إلا المؤمن، غير المؤمن لا يتوب، لأن المؤمن توال، بمعنى أن المؤمن ربما تصدر منه ذنوب معينة تغلبه شقوته، كما قالوا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فيعود إلى الله سبحانه وتعالى يتوب. والتوبة النصوح هي التي لا يحدث بعدها نفسه أبدا بالعودة إلى ما كان قد اجترحه من ذنوب ومعاصي وموبقات. أما غير المؤمن، إذا لم يكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى، بنقول آمن، يعني في واحد منه مؤمن أساسا، إلا إذا اعتبرنا أن يعني دخوله في الإيمان توبة عن كفر كان أو عن فسق أو عن غير ذلك. لكن التوبة هنا يعني في حق المؤمن هي صدور ذنب من المؤمن، والمؤمن دائما كما يقول القرآن الكريم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني ربما يأتي الشيطان يؤثر بالمؤمن للحظة للوهلة الأولى، لكن يتذكر فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوبة هي أنا أتصورها في المؤمن وليس في إذا لم يتب الإنسان، كلنا يمكن أن نخطئ، فإذا لم يتب أي إنسان عن خطيئته فإن إيمانه حسب الآية الكريمة إيمانه في هذه اللحظة هو مشكوك في شدته، مشكوك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يطلب طبعا الإيمان العمل، يعني إيمانه العمل، لا نتحدث عن المعتقد، نتحدث عن الإيمان السلوكي والعمل، فإن إيمان يكون مشكوكا فيه إذا لم أتب الله سبحانه وتعالى، يعني إيمان يكون إيمانا متقلقلا غير ثابت وغير راسخ.
هو في كثير من الحالات إيماننا يبقى على مستوى المعرفة، معارف لا يتنزل إلى روح وقلب هي هذا الذي تعصمه صحيح عن صحيح. أغلب المؤمنين إيمانهم إيمان عقلي وليس إيمانا قلبيا، هلا أغلب حتى لا، لكن كثير من مؤمنون إيمانا عقليا، والإيمان العقلي بمعنى أنهم يحدثونك عن الإيمان ويأتون بالدلائل والبراهين لكنهم لا يعيشون الإيمان. الإيمان يجب أن تعيشه، أن يكون حياة لك، إن هي حياتك الطيبة التي تسعى إليها قائمة على أن تحول مفردات الإيمان الفكرية إلى منهج حياة تسير عليه في الحياة، هذا هو الإيمان. نعم. الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة عقلية وانسجام قلبي واندفاع للعمل انطلاقا من هذا الانسجام القلبي، هذا صحيح الإيمان القلبي. حول موضوع التوبة، ما دام الحديث عن التوبة، يقول تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هل هناك عملية ربط الاستغفار بالتوبة؟ وهذا وارد في أكثر كثيرة من آية. نعم، هو مدى ارتباط التوبة بالاستغفار؟ هل الاستغفار هو شرط من شروط التوبة حتى تكون التوبة نصوحا كما مر سابقا في السؤال؟ طبعا إذا تتبعنا الآيات القرآنية الكريمة تارة تحدثت عن التوبة بمفردها، أخرى جمعت ما بين التوبة والاستغفار، ثالثة تحدثت عن الاستغفار لوحده، لكن هناك ترابط بلا شك بين الاثنين باعتبار أن التوبة هي رجوع عن ذنب قد ارتكب، صحيح؟ هي ندم، أنا ندمت، لكن الندم على الذنب يعني بقاء الذنب، إن الذنب موجود لكن أنت ندمت عليه، طب هذا الذنب كيف بده يروح؟ يعني كيف سينتهي؟ كيف سيتلاشى هذا الذنب؟ هنا يأتي دور الاستغفار. الاستغفار هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة بمعنى أن يستر الله سبحانه وتعالى هذا الذنب حتى كأنه لم يكن، يمحو كليا. فإذا أنا يا رب أنا تائب لك، أنا نادم على ما فرطت وما عصيت، بقي هذا الذنب الذي صدر مني أمحه يا رب العالمين يا غفار يا ستار، فأنا أطلب المغفرة بالاستغفار. والاستغفار طبعا ورد على يعني له معنيان، هناك استغفار قولي وهناك استغفار عملي. الاستغفار العملي إذا ذهبنا إلى رواية لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه صعب فعلا، لكنه يسهل على من يرغب في عمارة الآخرة وفي تخليص نفسه من كل الموبقات ومن كل ما يعني جزيئات حتى هذه الموبقات التي تعلق في الإنسان. يعني هو أن يعمد مثلا إلى اللحم، أن يعمد إلى الناس الذين كان قد أخطأ معهم فيستسمحهم أو يدعو لهم ويتوب يعني عن خطيئته معهم بين أيديهم، أن يعمد إلى اللحم الذي نبت على الحرام فيزيله بالتوبة والاستغفار والجوع حتى ينبت لحم جديد على الحلال، وهكذا. وقد ورد يعني استحباب التأكيد على استحباب الاستغفار كثيرا، وأن يقول الإنسان أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ومن أراد في هذا المجال فليراجع يعني كتب الأدعية وغيرها من الكتب التي عنيت بهذا الأمر. لكن ما أود قوله هو أن التوبة مرتبطة بالاستغفار يعني بالحد المطلوب من الناحية الشرعية والأخلاقية. التوبة يجب أن تكون مع شعور قلبي بالندم، يتلوها استغفار عن ما سلف، أكيد. ثم إصلاح، لأن أكيد. الاستغفار والتوبة أكيد. لا تكفي لا أبداً لإصلاح ما فات من واجبات شرعية أو من شروط تمامية التوبة وكمالها أو تحقق التوبة أن يصلح الإنسان.
إنها حقوق إلهية مع الله سبحانه وتعالى أو مع الناس، أو مع الناس أن يصلح الإنسان. لأنك إن لم تصلح ما بينك وبين الناس، طب أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى عندما اغتبت، جيد، لنقل أن الله تعالى غفر لك حقه، يعني حقه فيما خالفت به أمر الله سبحانه وتعالى، لكن بقي حق الناس، هؤلاء الذين اغتبتهم كيف ستتعامل معهم؟ طب إن غفروا لك كان بها، الله سبحانه وتعالى لا يتبرع بين الهلالين إن صحت العبارة بأن يغفر لك ما جنيته على الآخرين، يقول للآخرين حق، أنا حق الآخرين لا أسقطه، حق عبادي لا يسقط. طيب إما أن تذهب، هون أمامي حالتين، الحالة الأولى أن أذهب إلى هذا الإنسان الذي اغتبته فأقول يا فلان في لحظة تسرع وتعجل، أو في لحظة كان الشيطان هو الحاكم علي، تكلمت عليك، اغتبتك، فضحت سرك، نممت عليك، وأنا قد جئتك الآن تائبا إلى الله سبحانه وتعالى وتائبا إليك، فاغفر لي. وأيا كان، حتى ولو عبس في وجه هذا الإنسان، حتى ولو أخذ موقفا، حتى ولو زمجر وصرخ، كله يهون أمام عذاب الآخرة. عار الدنيا يهون. في الدنيا بالعادة بالعكس، بعض الناس يرون هذا الفعل، يرون فيه مكرمة، يعني يرون فيه فعلا كريما، أنه فعلا إنسان يعني حاسب نفسه ثم عاد تائبا وطلب مني أن أغفر له، ولم يقف كبرياءه، ربما يأخذك بالأحضان ويقبلك على جبينك ويقول لك يا أخي سامحك الله. نعم. يعني يكبر فيك هذا العمل، صحيح؟ نعم. طيب. وإما إن لم تكن قادرا وكنت تتوقع بأن يكون يعني هذا الإنسان في موقع المنتقم منك، أو أنه لن يسامحك ولن يغفر لك، يكفي أن تستغفر الله له بالمقدار الذي تعلم أنه لو علم أنه مضى عليك هذا الزمن وأنت تستغفر له لقال لك يا أخي غفر الله لك. فإذن عليك أن تخرج. إذن لا توبة، لا تكتمل التوبة إلا أن تصلح ما أفسدته بالذنب. فإذن هناك ندم واستغفار وإصلاح، هنا تأتي حينئذ يتحقق مفهوم التوبة النصوح. يجب أن نصلح الإنسان ما فاته. سمع السيد، اسمح لنا بهذا الفاصل ثم نعود للمتابعة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة، أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة، قال: يا محمد بن مسلم، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ قلت: فإنه فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب ويستغفر. فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. مجددا أهلا بكم سيدنا الكريم. يقول تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هل لا يتوب الله سبحانه وتعالى إلا على من ارتكب الذنب عن جهل؟
إضافة إلى أن التوبة لابد أن تكون مباشرة سريعة بعد فعل الذنب حسب الآيات الكريمة. آيات التوبة لا تشمل حتى المتعمد، يعني حتى من تعمد الذنب ثم تاب وأصلح يتوب الله سبحانه وتعالى عليه بلا إشكال، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى محال أن لا تشمل، أن لا تشمل هذا المتعمد للذنب. هنا المورد هنا الذي تقول عنه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، لعلها ناظرة ليس فقط إلى التوبة وإلى شرائطها، إنما ناظرة أيضا إلى الآثار التي يمكن أن يتركها عدم التوبة. لأنك هو تماما مثلا بقعة الزيت، إذا نزلت على ثوبك فسارعت إلى معالجتها أثرها بسيط ويزال، أما إذا تركتها فإن رقعة الزيت تتفشى على كامل حتى يعني وأثرها سيبقى تتخلى عن هذا الذنب بالإنسان حتى لا يتحول إلى ملكة، إلى عادة في الإنسان، عليه أن يسارع إلى إزالته بشكل مباشر. إذا مسهم الشيطان تذكر، فإذا هم مبصرون أنه أنا الشيطان عم يأثر علي الآن، وبالتالي يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحترز بحرز الله تبارك وتعالى فيحمي نفسه. إذا ترك للذنب مجالا ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى أثر هذا الذنب، وهكذا تتراكم، يستدعي هذا الذنب بآثاره يستدعي ذنبا آخر، والذنب الآخر يستدعي ذنبا ثالثا ورابعا وخامسا، حتى يصبح الذنب من طبيعة هذا الإنسان. من هنا خطورة تسويف التوبة، تسويف التوبة، تأجيل التوبة، صح. وخطورة استصغار الذنب، تسويف التوبة واستصغار الذنب. استصغار الذنب يجعلك تستسهل الكبير وتبتعد عن التوبة، هذا ذنب صغير، لأنه هو في الذنب الصغير والكبير الجرأة على الله واحدة، وأصل الجرأة هي الذنب الكبير. أحسن. نعم. ومن تجرأ على الصغير تجرأ على الكبير. نعم. فينتهي بك هذا الأمر إلى الكبير. ولا كذلك الكبير. مثلا ورد الإصرار على الذنب كبيرة، الإصرار على الذنب، يعني أن تفعل الذنب ثم تفعله ثم تفعله دون أن تتوب، يتحول هذا إلى نفس الإصرار، هو ذنب، نفس أن تصر بعيدا عن الذنب المرتكب، استباحة، نفس الإصرار. صح الفعل. الإنسان العاصي كما تفضلتم لابد أولا من التوبة لتصحيح الإعوجاج وسلوك الطريق القويم، لكن هل التوبة تعقيبا على ما تفضلتم به متاحة عن كل ذنب وعلى مدى عمر الإنسان؟ لأن البعض كان يظن أنه لكثرة ذنوبه والعياذ بالله قد لا تقبل توبته. لا، الله سبحانه وتعالى أولا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طارة نتحدث عن الله وفعله، أن الله يقبل أو لا يقبل، أنا أعتقد أن رحمة الله تتسع للكل، لكن طارة ربما تكون هذه الآية ناظرة إلى أن من راكم الذنوب واستمر عليها إلى لحظة مجيء الموت عنده، طب إذا رأى الملائكة باسطوا أيديهم يقولون لهم أخرجوا أيديكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، طب هذه التوبة ما نفعها، ليست عن ندم، إيه؟ عن خوف، يعني عن خوف، ثم ما نفعها، لا إصلاح بعدها، يعني لن يصلح. ما هو أنت ستموت على هذه الحالة والعياذ بالله، سيموت على هذه الحالة الإنسان ويبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيأتي الغرماء ليطالبوه بفعل لم يخرج منه، ما يعني ضرورة المسارعة إلى التوبة، لكن على الإنسان أن لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه شوف الشيطان أحيانا، وهذا نسمعه، يعني هذا نسمعه نحن بآذاننا أحيانا، يقول يأتيك إنسان يقول: يا أخي أنا أذنبت وأسرفت على نفسي، يعني معقول الله يتوب علي؟ نعم، ليش مش معقول؟ ومن قال أن الله مثلك؟
يعني نحن إذا انزعجنا من إنسان هيك لشيء بسيط ربما نحمل ضغينة لا إيه نحمل ضغينة. الله مش هكذا، الله ليس هكذا، أعلى وأجل سبحانه وتعالى. أرحمنا الأم ولدها. الله أعطاك العقل وبعث إليك الأنبياء وواترهم إليك ويفعل معنا الجميل كل لحظة لنعود إليه. أصلا الله سبحانه وتعالى يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا، الله يعود علينا بالتوفيق للتوبة. فلذلك أنت الشيطان يمنعك من أن تتوب، تب إلى الله وراهن على رحمة الله تبارك وتعالى، لأن عدم المراهنة على رحمة الله يعني أن تظل أسير الشيطان، أسير حبائل الشيطان، تقع في مكائده. هناك مجموعة من شروط التوبة وردت في آيات مختلفة. مرة يقول تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، توبة وإصلاح، ثم أو آية أخرى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، في آية أخرى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هنا وكأنه الآيات الكريمة تحاول أن تتحدث أن تحوط التوبة بمجموعة شروط حتى نصل إلى توبة كما تفضلتم قبل قليل، توبة نصوحة فيها اعتصام بالله، فيها إخلاص لدين الله، وفيها التبيين والإصلاح. حقيقة بدون هذه الأمور إضافة إلى الشروط قبل قليل قد لا تصل التوبة إلى التوبة التي يتوب الله فيها على الإنسان. هلا أركان التوبة واضحة، يعني هي ندم، نعم تحدثنا، ندم وإصلاح وعدم تحديث للنفس بالعودة إلى ما كان عليه، هذه واضحة. نعم. هذه الآيات التي استشهدتم بها هي نفهمها ضمن سياقاتها التي وردت فيها. طيب الآية الأولى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هذه تتحدث أتت في سياق أن أولئك الذين يعني أفسدوا أمرا ما، سواء كان هذا الذي أفسدوه علاقة اجتماعية أو أفسدوا علاقات اجتماعية ضمن في إطار المجتمع الإسلامي، أو يعني فعلوا أي فعل من الأفعال، فإنهم ينبغي عليهم أن يتوبوا وأن يصلحوا ما أفسدوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية تتحدث عن أولئك الذين كانوا يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. طب إذا كان هؤلاء يكتم ما أنزل الله من البينات فلابد، ثم الآن تاب، فعليه أن يجاهر أمام الناس، يا جماعة أنا قد أخفيت هذا الحق، كتمت عنكم هذا الحق، نعم الله قال كذا أو فلان قال كذا. فإذا الكتمان ينبغي الرجوع عنه، يعني بشو؟ بالمجاهرة، بالتبيين. المجاهرة يدل على عدم حقيقة بالتبيين. التوبة. طب إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، يعني أولئك الذين يفرقون بين الجماعة ويضعون مثلا يعني يعملون للشقاق فيما بين أفرادها، هؤلاء عليهم أن يعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى وأن ينضووا كلهم تحت لواء القائد الإسلامي أو الولي أو النبي أو الإمام أو غير ذلك، يعني أن ينخرطوا في صفوف هذه الجماعة التي كانوا ذاهبين عنها ونائين عنها ومنعزلين عنها. وهكذا كل هذه الآيات القرآنية الكريمة تتحدث عن واقعة من الوقائع تعتبر ذنبا عند الله سبحانه وتعالى، إصلاحها يكون بحسب حال. وما كل واقعة مشابهة لما نزلت فيه. قد يبتلى البعض بكثير من الذنوب، مجموعة من الذنوب، يتوب عن بعضها، عياذ بالله، يتوب على عن بعضها ويقيم على البعض الآخر لأي سبب من الأسباب. هل هنا تقبل توبة هذا الإنسان؟ تقبل عما تاب عنه فقط، لا تقبل بالكامل؟ هي نرى هكذا. هي في الواقع الذنوب مترابطة، يعني كما أن الإيمان كل لا يتجزأ، كذلك المعاصي لا تتجزأ والله العالم. يعني لكن لو فرضنا أن إنسانا تاب عن عمل من الأعمال بالتأكيد يقبل منه، لكن هل يعينه هذا على التوبة من أعمال أخرى إذا بقي يمارس تلك الأعمال؟ لو فرضنا أن إنسانا كان يكذب ويشرب الخمر، طيب إذا تاب عن الكذب
وظل يشرب خمرا، هل يستدعيه شرب الخمر إلى العودة إلى الكذب مجددا؟ ربما. لكن هل يغفر الله سبحانه وتعالى له ما كذب إن تاب توبة نصوحة؟ نعم، لما لا يغفر الله تعالى؟ ربما نجد المثال الذي ذكرتمه، إنسانا عياذ بالله يشرب الخمر، لكن أيضا يرتكب بعض المحرمات الأخرى مثل الغيبة أو الجلوس التواجد في مجالس السوء، لكن لعظم وللسوء شرب الخمر يقلع عن شرب الخمر توبة نصوحة، ولكن يبقى مبتلا بالذنوب الأخرى. الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، يغفر له عنية خالصة ويغفر له، هذا مؤكد، لكن مطلوب منه أن صحيح يتوب عن تلك، صحيح، لكن نقول له صحيح شرب يعني الخمر بعد توبة التوبة. الله قبول الله سبحانه وتعالى لتوبته عن الخمر لا ينبغي يعني أن تعطيه مبررا للاستمرار في تلك، إنه الله تاب عني، لا، الله تاب عنك في هذا الذنب، لكن لم تزل هناك ذنوب أخرى أنت مرتكب لها، نعم، فعليك أن تقلع عنها حتى يتوب الله تعالى عنك. هناك أمور قد تحصل مع بعض الناس، قد يتوب الإنسان توبة نصوحة ويقيم كل أركان التوبة ويصلح ما فسد، لكنه لاحقا يقع مجددا في هذا الذنب ثم يتوب، وهكذا. ما حكم هذه التوبة؟ ما هي وضع هذا الإنسان وهذه التوبة؟ إن هذه توبة ليست بنصوح، حين تاب أولا تاب دون نية العود إلى التوبة، عزم على عدم النية، ضعف، لكنه ضعف، نعم، فوقع في التوبة. هلأ هذا الذنب المتقدم غفر له بالتأكيد من تاب، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يعد على شيء يفي، ومن أوفى بعهده من الله. فعندما تاب هذا الإنسان توبة نصوحا واستغفر الله سبحانه وتعالى يغفر الله له، هذا هو المفروض. طيب، رجع بفعل مجموعة من الظروف الأخرى والمؤثرات التي ضغطت عليه فعاد إلى هذا الذنب. هل هذا يكشف عن أن الذنب الأول كانت آثاره لم تزل موجودة في هذا الإنسان فاستدعت العودة، يعني كمن يكون مدمنا أو كالمدخن مثلا أو كذا؟ ربما هذا يعني قد يكشف عن ذلك، لكن نحن ما يعنينا إن طارة ننظر إلى أثر هذا الذنب في حركة الإنسان في نفس الإنسان، وطارة ننظر إلى كيفية تعامل الله سبحانه وتعالى مع توبة هذا الإنسان. عندما يتوب الإنسان مخلصا الله تعالى وعده بأن يغفر له، أن يتوب عليه، عودة هذا الإنسان إلى الذنب يكشف عن أنه لم يزل متأثرا أو بعد توبته لم تكن مكتملة، فينبغي عليه أن يعود إلى التوبة من جديد. وهنا ربما يدخل هذا يصبح مصداقا من مصاديق الإصرار على الذنب، إن هو يتوب ثم يعود، يتوب ثم يعود، وهذا شأن كثيرين منا. في تصوري أنا القاصر أن هذا كاشف عن أن التوبة الأولى لم تكن توبة نصوحة. يجب أن ينظر الإنسان التائب والمكرر لذنبه أن ينظر في دخيلة نفسه حين يتوب أن توبته لم تكن توبة مكتملة نصوحة تتحقق فيها كل أركان التوبة، وإلا لما عاد وقع في نفس الذنب مرة أخرى. قد يسأل البعض بعد أن يتوب بشكل كامل ويكفر عن ذنوبه ويلتزم بشروط التوبة وحدودها، هل حكما يتوب الله سبحانه وتعالى عليه أم أن هناك ما يزال مجال إمكانية للعقاب الإلهي بعد ذلك؟ لا، الله في الدنيا أو في الآخر. لا، من تاب توبة نصوحة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. يعني طبعا هذا إذا اطلع الله سبحانه وتعالى على قلب هذا الإنسان وأنه تائب توبة لا رجعة بعدها إلى الذنب أبدا، يتوب الله عليه. هذا ما دلت عليه الآيات، نعم، وهي صريحة في ذلك. الذنب من طبيعة الذنب أن يترك آثارا أخلاقية في باطن الإنسان، على الإنسان أن يزيله، نعم، بضده عندما يتوب. هل هذه الأخلاق تزول، الأخلاق السيئة، الآثار السيئة؟ لا، هنا عليه أن يجاهد نفسه، أن يزكيها. إن لا يكفي أن تتوب، أن تقول أنا تبت،
كل أثر من آثار هذا الذنب يجب عليك أن تزيله. كل ميكروب أو جرثومة موجودة أو فيروس بدك تشيله، وإلا عاد هذا الذنب إلى التأثير فيك من جديد. إزالة كل آثار هذه التوبة النصوح. التوبة هو عندما نقول بأن التوبة النصوح هي أن لا يحدث نفسه بالرجوع أبدا، معناها أنه وصل إلى مرحلة أزيلت كل بقايا أو يعني تأثيرات هذا الذنب من نفس بعض الإنسان. التأثيرات أحيانا قد يتوب الإنسان عن فعل أمر سيء لكن لا يعود إليه أبدا، لكن بسبب بعض التأثيرات الأخلاقية فيه ربما يستأنس بذكر هذا الأمر، كما من كان يشرب ولا يضرب عليه خبر. أن يسارع عليه أول هذا الأثر. نعم هذا الأثر، هذا الأثر يجب أن يلغيه. لأن أول خطوة باتجاه الذنب أن تسكن إليه، أن ترتاح له. وقت تبتعد عن كل هذه الأجواء حتى لا تكون متأثرا في ذلك، وإلا عادت للتأثير فيك. مجرد أن تقول يا أخي أنا لن أعود بس بحب لها الشغلة، كما يقول بحب اسمعها، والله يعني عندك يعني لم يزل منها آثار في كيانك الداخلي. يعني البعض فلا تعرفن متى ستكون في لحظة ضعف. يعني البعض قد يسمع، قد يكون يسمع الغناء مثلا يترك الاستماع الغناء لكنه لا يزال يأنس إن دخلت إلى أذنه غير متعمد يأنس. أو شوف هو التائب بالتوبة النصوح يجب أن يتحول إلى كاره للعمل، كاره للعمل. شوف من يشرب من السجائر يعني الدخان، من يدخن إذا أقلع عن التدخين تماما يصبح إذا اشتم رائحة الدخان يصبح ذلك مزعجا له، مزعج يوتره يتحسس منه. هذه توبة، هكذا التوبة. التوبة أن عندما تتوب عن ذنب من الذنوب يعني أن تتحسس منه إذا ذكر أمامك، أن يهتز كيانك له، لأنك تعرف الأثر الذي كان قد تركه فيك. كمن وقع في تجربة صعبة وخطيرة كلما ذكرت لا يحب أن يتذكرها، لا يحب أن يذكرها. وهذه المعاصي يجب أن تكون الإنسان علاقته بها على هذا الشغل. سيدنا الكريم، يعني يظهر أن التوبة أمر ليس سهل، يعني ليس هي ليست لفظ، هي فيها لا هي عمل، هي حركة، هي أن يكون الإنسان يعني عنده أن يكون دؤوبا، يعني من البداية بالتأكيد بداية الحلقة يجب أن يكون العزم والإرادة والتكول والتوكل والنية راسخة في قلب الإنسان حتى يستطيع أن يصل إلى وأن يتطلع دائما إلى الآخرة، تلك الحياة التي سيحيا فيها وهي حياة لا موت فيها، فإما أن يكون هنا أو يكون هناك، يعني أن يكون في نار سجرها الله لغضبه أو في جنة أعدها الله للمتقين والتائبين. وليعلم هذا الإنسان أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نفس أن تتوب الله يحبك، نفس التوبة يحب، ونفس الله أن تتطهر من ذنوبك ومن أرجاسك فالله يحبك، والله يرغب لنا بالتوبة. سمح السيد في ختام هذه الحلقة الشكر الجزيل لكم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. أشكركم، السلام عليكم.